صباح الخير مشاهدينا، وبداية ليوم جديد لكم من خلال برنامج شمس البحرين. ومثل ما عودناكم دائما نشارككم خلال هذه الساعة الصباحية مواضيع شيقة وتهمكم. صباح الخير عبد الله. يا صباح الخير، يا صباح الألوان الجميلة اليوم ما شاء الله وايد كاشفة. تبارك الرحمن، الله يسلمك. أكيد دائما لازم نصبح على السادة المشاهدين وعلى، وأكيد نشكرهم على متابعتهم وحرصهم الدائم يعني في كل حلقة، يعني خصوصا الكومنتات احنا نقراها وجدا نكون سعيدين. وأكيد إسراء في هذا اليوم الأول من الشهر، في أول من شهر مارس، واللي نحتفي فيه بالدفاع المدني بجنوده وأبطاله المخلصين في كل الميادين، تقديرا وعرفانا لجهودهم الدؤوبة في حماية الأرواح وسلامة الموارد البشرية، وأكيد تحقيقهم الكثير من الإنجازات الوطنية واللي نفتخر فيها. أكيد يعطيكم ألف عافية، وأكيد إحنا فخورين بكل إنجازاتهم. أكيد فعلا. أكيد. طبعا الحين ننتقل إلى حالة الطقس. مشاهدينا نتابع. مشاهدينا، بهذا اليوم تحتفل الإدارة العامة للدفاع المدني باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار دور أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتقنية في تقييم المخاطر. نعم عبد الله، طبعا يقام هذا تقديرا لما يقوم به رجال الدفاع المدني من جهود استثنائية للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من جميع المخاطر وتحقيق سرعة الاستجابة بكل احترافية لكافة البلاغات التي تزيد عن 1000 بلاغ خلال العام. نشوف المزيد في التقرير التالي. تحتفل الإدارة العامة للدفاع المدني في 1 مارس من كل عام، يعتبر هذا اليوم اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار دور أنظمة المعلومات والتكنولوجيا والتقنية. طبعا من خلال هذه الشعار تسعى الإدارة العامة للدفاع المدني لتفعيل دور تقنية المعلومات والتكنولوجيا من خلال تفعيل أو قيام شعبة التخطيط والتطوير بالتعاون مع إدارة العمليات لتحليل المخاطر عن طريق برامج خاصة، بالإضافة على ذلك وضع خطط توعوية لجميع المخاطر وتقليل المخاطر لا سمح الله قد تحدث في المستقبل للمجتمع البحريني. مشاهدينا، للحظات الأسعد في حياتنا هي تلك التي نقضيها في المنزل وسط ضيف العائلة واللي تنشأ فيها أولى العلاقات. فالأسرة نموذج مصغر لمجتمع كبير، ونسبة السعادة فيها وجودتها تحدد نوع الأشخاص اللي راح يشكلون المجتمع مستقبلا. للمزيد خلينا نشوف هذا التقرير وراجعين لكم. تعددت أنماط العائلة لكن مفهومها واحد، فالعائلة هي مجموعة من الأفراد اللي ينتمون إلى نفس الكيان في إطار من الاهتمام والولاء والحب. وبغض النظر عن نوع العائلة، فمن المهم أن يتم تغذية هذه العلاقة باستمرار من أجل أن تظل الأسرة ثابتة وقوية، وأن يكون هنالك رابط من الحميمية بين أفرادها من الأب والأم والأبناء. والأسرة اللي تربطها روابط قوية تتسم بصفة التزام أفرادها تجاه بعضهم البعض، بالإضافة للتسامح والتقدير.
عودة لكم مشاهدينا من جديد من بعد هذا التقرير، وراح نتعرف معاكم على أفكار غير تقليدية لتقوية وتوطيد العلاقات الأسرية مع الأستاذة ابتهاج عبد الله خليفة، سفيرة ومستشارة السعادة وجودة الحياة ومستشار تدريب دولي. صباح النور والسرور وجودة حياة صحية كاملة بإذن الله يا رب. صباح الورد والخيرات واللون الأخضر والعلاقات الأسرية الحلوة اللي شفتها في الاستديو. الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله دوم كذي بإذن الله. يا رب إن شاء الله يا رب. أستاذة اليوم لو بنتكلم عن، يعني اليوم ما بنتكلم عن علاقاتنا في الاستديو، اليوم بنتكلم عن العلاقات داخل الأسرة. اليوم على من تقع، خلنا نقول، المسؤولية للحفاظ على هذا الرابط، رابط الأسر؟ بالفعل يعني احنا محتاجين الى استدامة السعادة الأسرية لتقوية العلاقات الأسرية وتأصيل الروابط ما بينها، فالمسؤولية تقع على الوالدين وعلى الأبناء ايضا، يعني هم مو في منحة عن هذه المسؤولية، وبالتالي فاحنا محتاجين الى تبني مفاتيح السعادة الأسرية فيما يخص الثقة والأمان والمشاركة وتقبل الأبناء كما هم وعدم التمييز بينهم، المصارحة، الحب والتقدير، الاهتمام، الصراحة ما بين افراد الأسرة، كل هذه المفاتيح احنا محتاجينها في أسرنا على اساس ان نوصل في النهاية الى أسر متماسكة ومترابطة، وبالتالي نخلق مجتمعات متماسكة. نعم أستاذ ابتهاج، يعني في ظل إحنا الحياة هذه مثل ما نشوف الحياة مثل ما نقول المتواجد فيها الوسائل الرقمية، يعني الناس كلها لا هي في التليفونات في عالمها في السوشيال ميديا وغيرها، شلون إحنا ممكن نقدر نحافظ على الترابط الأسري ونشجع الأسرة على أن هي تتواجد في مكان واحد؟ بالفعل الآن جيلنا يعني يعتبر الجيل الرقمي، ودائما أقول لهم أصبحت البيوت كأنها فنادق، يعني صحيح. التواصل عن طريق الأجهزة والشبكات الإنترنت متوفرة الآن ما شاء الله عندنا في البحرين بقوة، فإحنا محتاجين شوي إن إحنا نرجع إلى قيمنا الاجتماعية الأصيلة اللي آبائنا وأجدادنا أصلوها فينا وغرسوها فينا وإحنا صغار. محتاجين ان احنا نرجع الى موضوع اللمة الأسرية، خصوصا في ايام الاجازات، الى تناول وجبات الطعام مع بعض، تخصيص يوم في الاسبوع للتواصل مع افراد الأسرة كامل القريبين والبعيدين. ودائما اتكلم، يمكن هاي من تجربة يعني عندي، يعني انا في بيتي مانع التلفزيونات في الغرف. احسن شيء. عجيب. وعطيت عيالي هذا القانون، لا تفكرون في يوم من الايام ان أجيب لكم تلفزيونات في الغرف، فخصصنا غرفة، يعني غرفة معيشة فيها التلفزيون، فيها قعدتنا، فيها احنا ناكل، تبون تطالعون تلفزيون كلنا مع بعض، نطالع نفس البرنامج، نفس ناكل نفس الوجبة، فالحين عيالي ما شاء الله كبروا، خلاص تعودوا على هذا الشيء، ما يحنون ان احنا نبغي التلفزيون، تعودوا من يوم هم صغار، فلما نعود اولادنا على قوانين من يوم هم صغار، قوانين داخل البيت، لما يكبرون خلاص ما راح يبدلونها وراح يتعودون على هذا الشيء. يمكن الحين لو ادخل تلفزيونات لهم في الغرف ما يبغونها. صح. بيتجمعون في الغرفه اللي مخصصه للتلفزيون. ممكن ان احنا بعد يعني نعمق الاواصر الاسريه من خلال الاحتفال بالمناسبات الخاصه. صح. لافراد الاسره، مفاجاتهم بانجازاتهم واحتفاء فيهم، التقدير. ممكن ان احنا يعني نخصص ركن الى نقول في البيت في نوع من السعاده. دائما احنا نقول في عالم السعاده حولوا بيوتكم الى زوايا تنبض بالسعاده. صحيح. مو شرط ان انا اصرف فلوس علشان ان انا اسعد عيالي، ممكن تغيير ديكور، ممكن تغيير كرسي، اسوي لهم مثلا كورنر حق كوفي، اسوي لهم كورنر حق عصاير، اسوي لهم كورنر مثلا اذا عندي اطفال يفرغون في طاقتهم في انشطه ابداعيه متوفره الان، يعني اسعارها زهيده، حوض سمك ما بكلفني شيء. صحيح. أخلي إليهم، فلما يشوفون هذه الأشياء عندهم والمثيرات في داخل المنزل، صدقوني يعني تشوفون الأبناء يطلعون من غرفهم ويتركون عندهم يعني عنهم شوية الألواح الإلكترونية ويقعدون مع أفراد الأسرة. صحيح صحيح. أستاذ اليوم لو بنتكلم، يعني يمكن بعض الأشخاص يمكن يعانون في صعوبة من التعبير عن اللي يحسون فيه، خصوصا حق أهلهم، ويمكن في جانب آخر اللي هم الأشخاص اللي يعني مو بس يعانون من صعوبة في التعبير، يمكن دائما يخونهم التعبير مثل ما نقول، فيمكن من بعد هذا الموضوع تتسبب في مشاكل أسرية هم ما كانوا يقصدون هذا الشيء، فيمكن تصير مشكلة بسبب أنه
سوء فهم أو يمكن سوء تعبير، فشلون إحنا نقدر نحل هذه الأمور الأسرية؟ بالفعل عبد الله، إحنا لما ما نربي عيالنا في بيئة صحية وبيئة تربوية جاذبة في داخل الأسرة، ولما ما نحتضنهم ونوفر إليهم الأمان والحماية داخل البيت، في النهاية أبنائنا راح إحنا مثل ما تقول بخونهم التعبير، أو إنه ما بيبحون لنا حتى بمشاكلهم. يمكن هذه من أهم الأسباب اللي قاعدين نشوفها، إن تعرض أبنائنا للتنمر وما يتكلمون إلينا، وبعدين يعني المشكلة تزيد وتزيد. فإحنا المفروض نربي عيالنا على موضوع الصراحة من يومهم صغار. أي شيء أنت تتعرض إليه عندك أمك عندك أبوك تبيح لهم بالموجود، لأن إذا إحنا ما احتضناهم في ناس في الخارج راح يحتضنونهم وإحنا ما نعرف نية الناس اللي في الخارج. فمن البداية هذه المسؤولية تقع على مين؟ على الأب والأم، لما يكونون يعملون كفريق واحد، مو لما يكونون اثنينهم مسيطرين وكل واحد يعمل ضد الثاني، يعني واحد نشوفه مسيطر والثاني نشوفه لا متساهل. العمل كفريق واحد في تربية الأبناء، بحيث ما يكون التربية احنا نقول المتذبذبة اللي قائمة على تساهل وحزم وكل واحد يبي يسيطر، ولكن السيطرة في النهاية مو لمصلحة الآباء. فنصيحة للآباء دائما تبنوا هذا المفتاح، الصراحة الكاملة مع الأبناء، بينكم وبين الأبناء وما بين الأبناء وبينكم. خلوهم يعبرون عن مشاعرهم، يبيحون عن مشاعرهم. لا تعتبرون أبنائكم مصادر للمشاكل أو مصادر للإزعاج داخل البيت، لأن هذا البيت هو المتنفس الوحيد لهذا الطفل. صحيح. إذا ما أباح باللي داخله في داخل بيته إلى مين راح يبيح؟ فأبنائكم يعتبرون مستشارينكم في داخل البيوت، فحطوا بالكم، خصوصا جيلنا الآن، جيلنا الحالي الرقمي ذكي جدا. لما تستشيره في أي موضوع راح تنبهر بإجاباته، راح تنبهر بمعلوماته، يمكن أنت في أشياء ما تدري فيها. صحيح. بتتعلمها منهم. نتعلمها بالفعل. صحيح. نتعلمها إحنا منهم، مهما يعني نقول إحنا أكبر منهم، بس بعد أبنائنا يفيدوننا ببعض الآراء. نعم. أستاذنا بنعرف إحنا أهمية التشاور وعدم تهميش هؤلاء الأطفال من أجل تقوية العلاقات الأسرية. بالفعل لابد أن احنا نعلم أولادنا من نعومة أظافرهم على موضوع التشاور في كل شيء خاص الأسرة، ما عدا يمكن بعض احنا نقول الأمور المالية نبعدهم شوي عنها. صحيح. وهم صغار لما يكبرون شوي ندخلهم في الأمور المالية، فحلو ندخلهم مثلا وهم صغار، يعني نشوف احنا نقول كل عمر إليه الأشياء اللي تناسبه في أن أنا أصارحة، أثاث البيت، حتى موضوع أن أطباقكم الأكل إيش تبغون، عندي شيء معين مشكلة في البيت أقعد معاهم أصارحهم بالمشكلة. ممكن أنهم إذا كبار في عمر الشباب حتى في موضوع الاقتصاد والإدخار الأسري يفيدوني في هذا الشيء، وتشوف في وقت الأسرة تتعرض إلى ضائقة مالية لأن أنا شاركت أبنائي في اتخاذ هذه القرارات المالية والاقتصادية داخل الأسرة، راح يفيدوني بعدين وبتتفاجأ منهم أنهم عندهم الحلول. صح صح. هذه نتيجة اللي احنا نقول الشورى ما بينهم. نعم فعلا. يعني على هذا الطار وعلى هذا الموضوع اليوم، لو نبي نتكلم يمكن من خلال تخصصك واكيد كخبيرة في هذا المجال، شنو القوانين اللي ممكن احنا نحطها ونطبقها ايضا في الأسرة علشان احنا نحافظ على روابط المحبة اللي تجمع كل افرادها؟ بالفعل احنا قبل ما نحط هذه القوانين لابد ان احنا نتجنب العلاقات الأسرية المدمرة، مثل ما قلت لكم قبل شوي، اللي هما الوالدين في موقع السيطرة وما يعملون كفريق واحد، أو أحد الوالدين يكون مهمش وغائب ويعتمد على أطفاله في إنه يشحن الطرف أطفاله ضد الطرف الثاني، أو إن الأبناء هم اللي مسيطرين داخل البيت نتيجة مرض أحد الآباء، أو إن نقول إن الأبناء دائما يكونون ضد الآباء نتيجة الفجوة ما بين الأجيال، أو إن إحنا نشوف أحد أفراد الأسرة يعاني من العزلة داخل الأسرة نتيجة مثلا يمكن هو حالة خاصة، أو ما حصل هذا الاهتمام الكافي، أو مثلا ميزوه عن إخوانه فتشوفه يعاني من العزلة. هذه كلها مدمرات أسرية، لما إحنا نحط بالنا منها، لما يطلع لنا واحد أو اثنين من هذه المدمرات، هني لابد أن أنا
أتوجه لوضع هذه القوانين اللي هي الصراحة، المشاركة، التقدير، الاحترام والاهتمام، وزرع الوازع الديني في نفوس أبنائنا. خصوصاً الآن إحنا مقبلين على شهر الخير، شهر رمضان، وهذه فرصة حلوة إلى الأسر إن هي تزرع الوازع الديني وتأصل عندهم هذا الجانب الروحي لما يخصصون ركن في البيت إلى الصلاة ولا الأذكار، يعني هذه الأمور يقعدون على وجبة واحدة. كل هذه راح يعني فرص في شهر الخير تخليهم يقوون العلاقات الأسرية. نعم. فهذه نصيحة للآباء، استغلوا شهر رمضان في هذا الشيء. نعم. أستاذنا بنعرف إحنا شنو العلاقات يعني أو العلامات اللي ممكن أن ينتبه لها الآباء يعني لتجنب برود العلاقة بين الأسرة أو العائلة أو الأخوان في نفس المنزل؟ بالفعل أنا يمكن قبل شوي تكلمت قلت لكم أن بيوتنا تحولت إلى شبه فنادق. صحيح. فمن ألاحظ هذا الشيء صاير داخل البيت، وأن الأبناء قاعدين يتواصلون مع بعضهم البعض عن طريق الأجهزة. أيه. هذا ناقوس خطر دق داخل البيت، يعني يكونوا في نفس البيت كل واحد في غرفة في نفس البيت الثاني طرش واتساب. أيه. حق الثاني يتواعدون بالواتساب، تشوفون كلهم طالعين من غرفهم. صح. نسألهم الصاير، قالوا في الجروب تكلمنا. أيه. هذا ناقوس خطر يدق يعني علينا النيران داخل البيوت. فالمفروض هني الأب والأم ياخذون وقفة حازمة إن هما ما يخلون هذا الشيء يستمر وبعدين ما إليه علاج. لما نشوف أبنائنا قاعدين مع بعض بس ملتزمين الصمت. نعم. ما يتكلمون، أجهزتهم عندهم يتكلمون عن طريق في الجروبات في الجروب بعض. فعلا أحس يعني لما نصك سويتش الواي فاي الكل ينزل والكل منها قاعد ترى هو شوف إذا ما يت الكنترول ذاتي ما في فايدة. أنا لمتى بقعد أقفل الإنترنت وأنا محتاج إنه في داخل البيت؟ بيستخدمون الخدمة اللي موجودة عندهم يعني. صح. ترى أبنائنا قلت لكم أذكياء. هذا البرود المفروض مثل ما قلنا نحله لما أن إحنا نحول زوايا بيوتنا إلى أركان نابضة بالسعادة. هني شوي الأولاد بيتنازلون عن إنهما يلزمون الصمت مع بعضهم أو أنهم يقعدون في غرفهم، بيطلعون البيت لما يشوفون في مثيرات إليهم داخل. صح. البيت يعني. صح. كل ركن في البيت يروحون في جذب إليهم. نعم. فهني راح يستمتعون فيه. لما تسأل أحد الأبناء عن رأيه في موضوع يقول له أنا مالي يخص. هذا أكبر خطر. صح. أنت. صح. واحد من أفراد الأسرة. الخطر اللي بيقع على الأسرة راح يقع عليك أنت في البداية. النجاح اللي راح يعني الأسرة تكون فيه هذا نجاح لك يعتبر، فما يصير تقول كيفكم اللي تبون سووه. هذا أيضا إحنا نقول من علامات برود العلاقات الأسرية، فلازم نعودهم لما يكون فيه نقاش في موضوع معين يخص الأسرة الكل يكون متواجد والكل. صح. يبدي راية بحسب خبرته وعلمه وبحسب سنه، يعني كل واحد بيكون إليه منظور يعني من زاوية مختلفة في هذا الموضوع. نعم. وأشياء كثيرة كثيرة لما الأم تكون حكيمة داخل البيت وتفاجئ أبنائها كل يوم أو في الأسبوع مرة كذي مرتين مفاجأة حلوة، قاعدة حلوة، يخصصون لهم ليلة مثلاً حلوة، فهذه كلها راح تحل لنا البرود اللي قاعدين نعاني منه بالفعل داخل الأسر واللي الآباء قاعدين يشتكون منها. نعم. احنا دائماً نتمنى الخير والسعادة والفرح الدائم في كل أسرة قاعدة تتابعنا، وحتى لو ما كانت تتابعنا. أستاذ ابتهاج خليفة، سفيرة ومستشارة السعادة وجودة الحياة ومستشار تدريب دولي، شكرا على كل هذا الطرح المميز، ولدائما تبهرين المشاهدين بكل هذه الأفكار. شكراً. الجديدة والمتجددة دائما. شكرا. شكراً. بارك الله فيكم. وفي كلمة أخيرة دائما يعني نقولها للآباء، علموا أعيالكم على التحفيز الذاتي. نعم. والكلمات الإيجابية الذاتية. نعم. دائما باركوا الجهود، لا تباركون النتائج. لما ولدكم يدخل في تحدي وما ينجح قول له أنا فخور فيك لأنك أنت ما استسلمت، وبالتالي. نعم. أنت راح تزرع في الثقة. خلهم يتحملون المسؤولية، لا تنوبون عنهم في كل أعمالهم، هم راح يعني يتحملون الصعوبات ويتحملون المسؤولية، وصدقوني باكر راح يعني تجنون هذه الثمار وبتقولون بالفعل إحنا تعبنا معاهم. صح. وعرضناهم إلى تحديات وصعوبات، بس في النهاية
هما يعني خلقنا احنا نقول أسر متماسكة وبالتالي مجتمعات مترابطة وقوية. شكرا للجميع. شكرا. مشاهدينا، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، أقيمت فعاليات مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته 17. نعم، المهرجان أقيم بتنظيم من دائرة الثقافة بإمارة الشارقة وسط حضور كبير من شعراء الخليج والعالم العربي. الزميلة سكينة الطواش كانت هناك ونقلت لنا أجواء المهرجان، خلينا نشوفها مع بعض. إذا أشرقت شمس الثقافة وامتد نورها حتى وصل موانئ البلدان وأنارت الدرب لأهل العلم، فتأكد أن مصدرها شارقة سلطان الثقافة. ولأن الشعر جزء هام من ثقافة المجتمع، فيولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة الشعر والشعراء اهتماماً بالغاً، حيث افتتح سموه النسخة 17 من مهرجان الشعر النبطي وحضر جمع غفير من شعراء المنطقة. مهرجان الشارقة للشعر النبطي طبعاً بداية انطلاقته الأولى كان سنة 1983، كرم صاحب السمو حاكم الشارقة الله يحفظه في ذاك الزمان رواد الشعر الشعبي أو النبطي من خلال دائرة الثقافة، وكرم 4 رواد في ذاك في تلك الفترة. هذا يعني الشغل الشاغل اللي كان دائما كيف يرقى برسالة الشعر النبطي وكيف يهتم بها وكيف يعطيها اهتمام بصفة أنه شاعر. بالنسبة لهذا التكريم طبعا أعتبره تاج فوق رأسي، خصوصا لما يكون من القائد، لما يكرمك القائد شيء ثاني، تشعر أنك أنت يعني ملكت الدنيا. مشاركتي في مهرجان الشارقة للشعر النبطي من أجمل وأروع المشاركات، حيث أن جميع العقول ويعني الأفكار الشاعرية تكون موجودة كلها تحت مظلة واحدة، فيصير هناك خطاب عقول وإبداعات تأتي، وأيضا منافسات شعرية لإظهار أجمل ما في خوافي هذا الشاعر. بالفعل يعني اليوم لنا الشرف أن نكون ضمن البوتقة المتميزة من شعراء الخليج وشعراء الوطن العربي في مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته 17، فأكيد هذه يعني المشاركة أنا فخورة فيها كون أنها المشاركة الأولى لي في مهرجان الشعر النبطي. مهرجان الشارقة بحد ذاته فرصة كبيرة لأي شاعر سواء كان إماراتي أو عربي أن يشارك فيه، وأنا اليوم فخور أني أنا أكون موجود بين هذه الكوكبة بين النجوم وايضا اني اشارك معاهم. هذه انا اعتبرها ان يعني بصمه في تاريخي وفي رصيدي، واضافه انا اعتبرها كبيره وان شاء الله انها ما تكون اخر مشاركه. مشاهدينا، ننتقل الان الى فقره مقتنيات مع الزميله خديجه الكويجي اللي راح نشوف اليوم. عبد الله، اليوم شيء جديد وانا بصراحه ما مداني حتى اشوف التقرير تحت الهواء. انت ضبحك الفضول دائما، يعني تعرفين فقره الذهب والامور ذي وايد تعجبني. بنشوف اليوم شنو جهزت لنا خديجه في هالفقره، نتابع. أصبح عليكم بكل خير مشاهدينا، يا هلا مرحبا فيكم في فقرة جديدة من مقتنيات. مشاهدينا، بين كل فترة وفترة نحب نتكلم عن سوق الذهب والقطع المتوفرة فيه، وأيضا يهمنا أن نتكلم عن البائع والمشتري. للحديث أكثر عن سوق الذهب في البحرين معنا في الاستديو صاحب محل مجوهرات نجيب الحاكي، يا هلا مرحبا فيك. هلا وسهلا، صباح الخير خديجة. صباح النور، صباح أول شيء عليكم وعلى مشاهدينك وعلى متابعينك متابعين تلفزيون البحرين. احنا طبعا مجوهرات، صاحب مجوهرات ميار نجيب الحايكي، نتكلم عن سوق البحرين. نعم، سوق البحرين هو حكايه لا تنتهي طبعا. اكيد زين، البحرين دائما سباقه في اللي هو شنو، اي شيء جديد ينزل
احنا دائما نكون موجودين. سوق البحرين دائما موجود رغم ان السوق اللي هو الخليجي بعد عندها يعني قوه في الشراء وقوه في اللي هو الكولكشنات الجديده، ولكن يبقى سوق البحرين هو محط الانظار حق جميع اللي هو شنو الشعوب الخليجيه، واحنا تعدينا من الشعب الخليجي ليه رحنا حق الشعوب العربيه بعد العربيه، وايضا من كل دول العالم نجيب موجودين نشوفهم موجودين انهم دائما يتجهون لسوق الذهب البحرين، اكيد لان الذهب البحرين ذهب موثوق فيه ولا قيمته اللي محافظ عليها 100%. وايضا 100%. حتى نظافه الشغل في الذهب البحريني. طبعا نجيب بنتكلم اليوم عن القطع الجميله اللي اليوم متوفره في كل محل، في قطعة لازم نشوفها، شنو هي هذه القطعة؟ الأشياء الشعبية طبعاً اللي شنو التراثية الشعبية مثل كرسي جابر هذه كل محل ينفرد فيه، يعني إن كل محل موجود عنده، بس في بعض الكراسي اللي هو القطع تي مميزة بعض المحلات هي تحط اللمسات مالتها فيها. يعني مثلا انا كو عندي من ضمن المعروضين اللي هو كرسي جابر، عندك اللي هي الكولكشن الطعامه، كولكشن مثلا البيذانه، هذه الشغلات اللي هي شنو اللي دائما تحصلينها في السوق موجوده، دائما موجوده. يعني الحين دخلت عليها مثلا كولكشن حبل الهيل، انزين هذه بعد من الاشياء اللي حاليا قاعد سوق البحرين قاعد يمشي فيه هالشغلات يعني الجديده. وتحاولون كمحلات ان انتم تفردون في تطوير هذه القطع؟ لابد لابد لابد، يعني انا عندي كرسي جابر حاليا من ضمن القطعتين اللي بتم، جبت واحد شعبي عادي نورمال، وجبت الثاني اللي هو شنو اللي احنا مطورينه ونزلناه في السوق، ما شاء الله عليه اقبال بعد يعني الكاستمر قاعدين يقبلون عليه. اللي حبيت ان انت قلت لي الشعبي لابد انه هو يكون موجود في كل محل في البحرين، هل هذه القوالب قوالب قديمه تمت المحافظه عليها على اساس ان انتم تحافظون على الدقه القديمه؟ يعني الاشياء الشعبيه ما لها غنى عنها اساسا، يعني لان انت كل اغلب مناسباتنا احنا في الخليج كلها اشياء شعبيه. ما يعني انت الحين على افتراض اللي جاي لنا احنا شنو جاي لنا الحين شهر رمضان، نعم. وعندنا جاي لنا القرقاعون، جاي لنا العيد، هذه الاشياء كلها الاعياد مالتنا كلها شعبيه. يعني تطرقت لشهر رمضان، الله يبلغنا وياكم ان شاء الله، إن شاء الله لهذا الشهر الفضيل. طبعا شهر رمضان نشوف فيه ازدحام في سوق الذهب، صحيح. فكلمنا عن الاجواء في سوق الذهب، وايضا حابه ان اتطرق لنقطه جدا مهمه اللي هي سعر الذهب في قبل شهر رمضان الكريم. اوكي، طبعا شهر رمضان هو موسم مواسم يعني الذهب. عندنا طبعا هالسنه بيكون في عندنا موسمين، موسم اللي هو يوم الام، وعندنا شنو هو شهر رمضان والاعياد اللي جايه. فهذا بيكون موسم شوي ان شاء الله نتمنى يكون قوي يعني، والاقبال 100%. الشعب البحريني تواق حق الشغلات يعني حق الاقتناء الاشياء الشعبيه والتراثيه. وبالنسبه حق سعر الذهب استاذه ما بيدخل طبعا شهر رمضان، والله هذه ما يدخل فيه سعر الذهب. سعر الذهب عالمي ثابت عالميا، يعني صار في اشياء اللي هي ترفعه في اشياء اللي هي تنزله، نعم، جيوسياسيه على قولتهم يعني. لكن ما يطرق مثلا شهر رمضان انه بيزيد الذهب، والله مثلا شهر محرم بيقل الذهب، لا لا لا، هو كذي يعني على ما نقول احنا سعر الذهب ثابت عالميا. هناك يعني الدول العالمية هي تتكيف فيه. يعني طبعا اللي حاب انه هو يشتري الذهب او يبيع الذهب، شلون يرتفع سعر الذهب وينزل؟ زين، بالنسبة حق استاذ سعر الذهب نفس ما قلت لك انا اللي هو سعر الذهب عالمي. زين، متى ما ينزل عندنا النزول وصعود الذهب، الذهب يحب الاستقرار. نعم. زين، دام ان الدنيا مستقرة ينزل الذهب. فالذهب ما يحب الاستقرار ويروح ويا شنو يرتفع ويا الاضطرابات والحروب والأوبئة والأمراض. طبعا مثل ما يسمون الذهب صديق الأزمات، بالضبط، لأنه هو يرتفع في وقت الأزمات وينزل في وقت الاستقرار، وهو يسمونه الملاذ الآمن. يعني الدول كل حال ما شاء الله هالأيام دول عظمى شرت ذهب، كنز الذهب يعني. فان شاء الله مستقبلا احنا نتمنى انه ينزل الذهب، لكن نعم. يقولون الاضطرابات الموجوده ترفع الذهب، ترفع يعني الذهب. نعم استاذ نجيب، اذا بنتكلم عن سعر المصنعيه، نعم، شنو العوامل اللي تحدد سعر المصنعيه؟ العوامل اللي تحدد سعر المصنعيه طبعا نفس ما قلنا احنا، الشغله القطعه اذا كانت
ما فيها شغل وايد مصنعيتها نازلة. القطعة إذا كان فيها شغل وايد وفيها مثلا على ما نقول احنا جهد بذل فيه اللي هو المصنع حق الإخراج ذي القطعة مثلا تركيب اختير زركون زين تركيب هذه واحدة واحدة يركب ويركبها عامل خاص حق هالسالفة. نعم. في بعض القطع احنا قطعة اللي عنده اللي هو الشيخة كولكشن الشيخة يشتغل فيها باليد العامل زين مو ماكين ما تدخل ماكينة تتعرف أشياء اليدوية تاخذ وقت زين وجهد اكيد الجهد مال هذه والشيء ثاني انه العامل نفسه ياخذ فيها تايم زين القطع مثلا كرسي جابر العادي نورمال نفس ما قلت لك انا قطعه يكبسونها وخلاص وقام الشوط على قولتنا لكن القطع اللي فيها شغل اليد واللي فيها مثلا الزركون وفيها تركيبات وفيها فيها هذه تاخذ جهد ووقت يعني عود فعقليا الشغله اللي سويتها في وقت قليل مصنعيته قليلة القطعة اللي لا اشتغلت فيها وخذيت فيها تايم وايد بيكون مصنعيتها شوية مرتفعة يعني بتكون هو الجهد أكيد المبذول في القطعة أكيد والوقت مثل ما قلت يتحكم في سعر المصنعية صح خلينا نتكلم عن قطعكم الخاصة فيكم كل يعني احنا نشوف المنافسة في سوق الذهب تعتمد على كل محل ذهب في شنو يتميز شنو القطع اللي يتميز فيها كلمني عن قطعكم الخاصة في قطعتين الحين استاذة من قبل طبعا يبنا لكم احنا الكولكشن الشيخة تبعنا احنا نعم زين الحمد لله رب العالمين القطعة كانت مميزة وشغلها كله شغل يرترى يعني زين عندي قطعتين الحين هذين الجدد اللي جايبهم اللي هو سميناهم البطولة العربية حلو زين هذه من الشغلات الجديدة اللي ان شاء الله راح نطرحها في حق عيد الام والكولكشن كامل يعني حاليا احنا اللي كانوا جاهزين عندنا بس القلايد القلايدتين هذين الموجودين قدامكم وراح احنا نكمل الطقم مالهم ان شاء الله خلال اللي هو الموسم هذا الجاي راح نطرحهم ان شاء الله اذا احنا لنا الاسبقيه في ان احنا نشوف القطع الجديده هذه صحيح. خصوصا فكرتكم ان انتم استخدمتوا البطوله العربيه فكره جدا جميله بالضبط فاذا بنتكلم اخوي عن كرسي جابر مساء انت قلت لي ان كرسي جابر انتم حاولتوا تحدثونه فشلون الطريقه اللي قدرتوا ان انتم تحدثون في هذه القطعه القديمه طبعا في عندنا الأشخاص اللي هو الديزاينرية مالتنا هم اللي نعطيهم الفكرة احنا نقول لهم نبغي الكرسي هذه غير معالم الشغلة يعني فهذه القديمة عطني شغلة جديدة تدمج ما بين ماضي وشنه وحاضر فالديزاينر هو بنفسه يشتغل على اللي هو الديزاين ويطلع لنا القطعة اللي احنا نبغيها إذا بنتكلم أستاذ عن هذه القطعة الجميلة اللي اليوم نشوفها يعني هذه اسمها البيدانة صح؟ بالضبط شفنا شوي تغيير في شكلها فكلمني عنها أكثر إيه سلامك الله هذه طبعا الكولكشن اسمها كولكشن البيدانة نعم هذه من الصبات القديمة أستاذ يعني اللي شنو اللي يشوفها يشوف فيها الماضي صراحة نعم. زمن الطيبين بعد فيها يعني وايد من الكستمر أستاذي ليش علينا المحل يقول لي لما أشوفها يعني أحن حق شنو حق يدتي أحن حق مثلا أمي الله يرحمها فهذه من تراثنا من تراث البحرين تراث الخليج يعني تراث الطيبين على قولتنا نعم. فهذه من الشغلات أستاذ اللي ما نستغنى عنها دائما موجودة وسوينا منها أشكال وايد يعني من ضمن التشكيلات هاي طبعا اسمها تشكيلة اللي هي السعفة نعم زين سوينا منها طبعا الليرات وسوينا منهم شغله الورد اسمها بعد طبعا هذه رقم واحد اللي هي تمشي عندنا الرقم الثاني الورده والرقم الثالث الليره سويناها الليرات اللي هو كولكشن جديد من بعد ما القديمه هذه يعني فهذه الكولكشن استاذ ما دائما موجود عندنا حاضر وما ما على ما نقول احنا ما يخلص عندنا في المحل نعم. دائما باستمرار موجوده ولا حجم تلاقون طلب عليها خصوصا في الاشكال الجديده اللي دائماً. مو بس في البحرين الطلب اختي قاعد نسوي طلبيات حق الخارج حق احنا الخارج. يعني مو اقول لك انا حتى لامريكا احنا وصلنا هذه نعم. تتصل الكاستمر تقول لنا والله انا ابغى ذي الكولكشن طرشوا لي امريكا نطرش لهم كل الدول بريطانيا امريكا يعني مو اقول لك مو بس بالخليج احنا ترى نعم. ولا الدول العربيه لا تعدينا حتى للخارج يعني ذا البحريني مرغوب عموما يعني وتشوف اختي اللي هو الفينيشينج ماله هو اللي يلعب دور في الموضوع
طبعا اكيد قاعدين نشوف اللمعه الجميله اللي في البيدانه والقطع المختلفه الثانيه. اذا بنتكلم عن كرسي جابر اللي محطوطه هناك، يعني انا قلت لك ان كرسي جابر اللي انتم جايبينه معاكم شوي مختلف. صحيح. متميز، فكلمني عنه اكثر. هذه استاذ اللي كلمتك عنه اللي هو شنو احنا اشتغلنا عليه وطورناه. احنا هذه احنا اللي خرجناها استاذ، الكرسي جابر اللي بتصميم احنا مجوهرات ميار طلعناها بهالشكل بهالرونق والجمال. أخوي نجيب الحايكي يعطيك ألف عافية ونورتنا اليوم في الاستديو. عزيز وغالي أستاذة خريجة، وخدمتكم احنا دائما. ألف شكر لك. الله يسلمك إن شاء الله. وبكذي مشاهدينا انتهت فقرة مقتنيات لهذا الأسبوع، وعودة مع الزملاء. شكرا خديجه، يعطيك الف عافيه. بصراحه الاستديو وايد صار حلو بالذهب، ما ودنا بصراحه ان الذهب ياخذونه يطلعونا برا من بعد هذه الفقره. يعطيك الف عافيه خديجه. شكرا. مشاهدينا ننتقل الى محطه اخرى في شمس البحرين، يعتبر النظام الغذائي بعد عمليه التكميم هو اكثر العوامل اللي تاثر في نجاح العمليه بشكل عام. نعم، إذ يكون هدف النظام الغذائي بعد تكميم المعدة تقليل نسب الطعام المكتسبة بجانب إمداده بالمكملات الغذائية والمعادن اللازمة. فعلاً، ولتجنب أي خلل صحي في هذا الجانب ينضم لنا الدكتور عامر الدرازي استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة عشان نتكلم معه أكثر عن النظام الغذائي بعد عملية التكميم. يا هلا ويا مرحبا فيك، صباحك خير دكتور. مرحبا فيكم، والله أحب أشكركم أول شيء على إتاحة هاي الفرصة على توعية المواطنين والمرضى بأهمية التغذية بعد عملية التكميم. شكرا دكتور. دكتور اليوم لو نبي نتكلم عن أهداف النظام الغذائي بعد التكميم، هل لها أهداف معينة؟ هل لها أهداف ممكن هي تنجح العملية، ولا خلاص احنا سوينا عملية التكميم فبس خلاص هني تبتدي الحياة، ولا من بعد النظام الغذائي؟ طبعا النظام الغذائي بيكون له هدفين أساسيين على حسب المرحلة بعد العملية. في اللي هو المدى القصير اللي هو نتكلم عن أول شهر شهرين بعد العملية، وبعدين نتكلم ما بعد الشهرين لمدة للمتبقي من الحياة. طبعا أنت نفس ما تفضلت فيه، مهم جدا أن المرضى نوعيهم قبل العملية أن العملية مو بسحر ترى. كل الناس عبالهم أن العملية عبارة عن زر سحري أنا بسويه وبضعف وبرجع طبيعي وبعيش الرشاقة. العملية احنا نعتبرها كعامل محفز لازم المريض بعد العملية يتساعد معنا ويتجاوب انه يتبع نظام حياة صحي من ضمنه الغذاء الصحيح. نرجع للمرحلتين اللي تكلمنا عنهم. في المرحلة الأولى اللي هي أول شهرين، النظام الغذائي جدا مهم لتفادي حصول مضاعفات ما بعد عملية السمنة. طبعا احنا العمليات السمنة عندنا نوعين، التكميم والتحوير. في كلتا العمليين نقوم بقطع المعدة باستخدام أجهزة جراحية هي الكباسات. واحدة من المضاعفات اللي دائما احنا نخاف منها مضاعفة اسمها التسريب، اللي هو مكان اللي هو التحام المعدة بالكباسة أو بالخياط ينفتح، وبعدين يحصل تسريب لأحماض المعدة إلى داخل البطن تسبب صديد، هذه يتطلب إجراء عمليات أخرى. هذه العملية هاي الشيء يحصل إذا المريض تسرع وقام بأكل أشياء صلبة بسرعة، يعني في الأيام الأولى بعد العملية. مهم جدا عندنا القيام بالتدرج في الأكل في خلال الشهر الأول، بحيث أن احنا نبتدئ بمراحل. المرحلة الأولى تكون مثلا سوائل شفافة، المرحلة اللي وراها بتكون سوائل غليظة، المرحلة اللي وراها تكون أشياء لينة، والمرحلة الأخيرة تكون أشياء مهروسة لما يرجع الشخص للأكل الطبيعي على مدى شهر إلى 6 أسابيع. ففي المرحلة اللي هي مرحلة السوائل، يعني ما بتقوم لما الشخص يشرب السوائل ما بيصير فيه ضغط على مكان الخياط، صحيح. فما يحصل تسريب. لكن لو الشخص تسرع وكان في مرحلة السوائل مثلا وراح أكل أشياء صلبة مثلا ستيك أو لحم أو شيء، ممكن هذه يقوم بخلق ضغط داخل المعدة يفتح مكان الخياط ويؤدي إلى هذه المضاعفة. صحيح. المضاعفة الثانية اللي ممكن تحصل هي الالتهابات والقرحات في المعدة بالذات في منطقة الكبس أو الخياط. وعلشان كذي احنا نعيد هذه البرمجة، نعيد اللي هو البرامج اللي هو آسف اللي هو المراحل الغذائية على أساس هذه الأشياء ما تصير في المرحلة الأول شهرين. إني بعدين للمرحلة الثانية اللي هو بعد الشهرين والمتبقي من الحياة. طبعاً هني لازم الشخص يحافظ على نوعية الأكل من ناحية السعرات الحرارية.
ليش؟ لأن نفس ما قلنا العملية ليست حل سحري. صحيح. ممكن رجوع الوزن بعد عمليات السمنة وبالذات عملية التكميم إذا المريض ما تجاوب. فلازم المريض يحرص على أكل خيارات صحية، يحرص أنه ما يكثر من الحلويات والشوكولات مثلا، ويأكل غذاء متوازن على أساس يعني ما يكون عرضة لرجوع الوزن. أنا ما أقول للمرضى أن والله ذبحوا روحكم سووا رجيم قاسي، أنا أقول فقط خيارات صحية، بدل الخبز الأبيض يا جماعة أكلوا خبز أسمر. صحيح. كثروا الخضروات، خففوا العيش، العيش يعني هاي من الأشياء اللي وايد يعني عندنا احنا مسبب كبير للهاي. مثلا إذا شخص يحب أنه هو يأكل مينو أو تشيبس، والله يستبدله مثلا خضروات مجففة، استبدلها بمثلا نفيش، النفيش بديل ممتاز لهاي الأشياء والسعرات الحرارية اللي فيها أقل. يعني هي خيارات بسيطة المريض ممكن يتبعها وتقي من رجوع الوزن في المستقبل. دكتور احنا بنعرف ما هي أصعب مرحلة بالنسبة لمريض التكميم في يعني من ناحية التغذية؟ صح بالضبط، هي أغلب المرضى يشتكون من المرحلة الأولى اللي هي السوائل الشفافة، يعني لأن هني الأكل بيكون يعني المريض متعود طول حياته يأكل مرة واحدة، هنا قلنا له بتم أنت ما بين 3 أيام إلى أسبوع فقط سوائل، حتى شيء علينا ما يقدر يأكل. فهني نعتمد على اللي هو شرب السوائل في أخذ السعرات الحرارية. فوق هذه نطلب من المريض أنه هو يشرب ما لا يقل عن 1.5 لتر ماء في اليوم. شرب الماء جدا جدا مهم بالذات في الشهر الأول، لأن واحدة من أهم المضاعفات اللي تصير الجفاف. صح. الجفاف يؤدي إلى طبعا الإمساك، يؤدي إلى التهابات البول، ممكن يؤدي إلى حصوات كلى، حصوات مرارة، وممكن حتى يؤدي إلى الدوخة والإعياء. فإحنا دائما ننصح المرضى أن يشربون 1.5 لتر، في نفس الوقت معدتهم صغيرة. صح. المريض يبي يشرب مرة واحدة ما يقدر يشرب، فهو لازم يجزأ. صح. فيدخلون في بعض المشاكل بعض الأحيان نظرا لأن عدم تأقلمهم على الوضع الجديد. يعني هم يعني دائما أقول للمرضى أنتم مخكم للحين عايش في فترة السمنة، لحين ما تعود على متعودين دائما كله يأكلون 24 ساعة. بالضبط بالضبط، فمو متعودين على مرحلة المراحل هذه اللي هي بعد عمليات السمنة. نعم. دكتور الحين خلينا نفرض أن في مريض من المرضى اليوم سوى العملية، الحين قاعد يعني في فترة خلينا نقول التغذية، قاعد يأخذ هذه الأمور التغذوية، لكن الحين إحنا ما بقالنا شيء على شهر رمضان. صحيح. فيعني أكيد هو ما أعرف، يعني في دائما إحنا عندنا إشكالية إنه هل ممكن يصوم مو ممكن يصوم. نعم. خصوصا يمكن الأكل مثل ما تفضلت يمكن بيكون مجزأ على أوقات بسيطة. بالضبط. شخص ما بيقدر يأكل الأكل كله مرة واحدة، يمكن حتى الماء إحنا قاعدين نشوفهم إنه يشربونه على دفعات، يمكن نشوف نص الكوب يعني. يتم 3 ساعات 4 ساعات. فشون دكتور بالنسبة حق التغذية خصوصا يعني إحنا داشين على الشهر الفضيل؟ بالضبط. طبعا مهم جدا الشيء اللي تفضلت فيه إن إحنا المرضى دائما ننصحهم إن الوجبات تكون صغيرة ومتعددة. نعم. بحيث أن ما تمر 2 أو 3 ساعات على المريض من غير ما يأكل حتى لو لقمة بسيطة. صح. أساس ما يتعرضون لهبوط في مستوى السكر في الدم اللي ممكن يجيب الدوخة. طبعا هذا يمثل تحدي في أثناء الشهر الكريم، علشان كذي إحنا ننصح المرضى. طبعا ما في اتفاق في الجسم الطبي على متى ما هي الفترة اللي المريض المفروض ما يصوم فيها في رمضان، بس بشكل عام يعني بعض الأطباء ينصحون 4 شهور ما يكون فيها صيام بعد العملية، بعض الأطباء ينصحون حتى لغاية سنة. احنا دائما نقول ان كل مريض له خصوصيته، كل مريض له وضعه الخاص، لازم يراجع الطبيب الجراح ماله على أساس يشوف الجراح هو أدرى بحالة هاي المريض. صح. طبعاً الشيء المهم اللي نفس ما قلنا بيشكل صعوبة في رمضان هو شرب الماء. يعني إذا المريض صام في رمضان ما عنده وقت يشرب فيه إلا ما بين صلاة العشاء والمغرب آسف وصلاة الفجر، فإحنا نتكلم عن 6 ساعات وبيكون نايم في جزء منها، فأنت في الأخير بيكون عنده ما بين 4 إلى 6 ساعات يشرب فيها 1.5 لتر ومعدته صغيرة. فدائماً المرضى يواجهون صعوبة في هالشيء. الشيء الثاني ان الصيام يزيد من افراز الحموضة في المعدة. صحيح. وهذه يخلي المريض عرضة الى الإصابة بالالتهاب المعدة او القرحات. فعشان كذي نقول بالذات في الفترة الاولى يمكن الافضل المريض ما يصوم، او اذا صام لابد من الالتزام باخذ حبوب المعدة
قبل الفطور وقبل السحور لتجنب هذه المضاعفات. نعم. فبشكل عام نفس ما قلنا ما بين الأربع شهور إلى سنة بعد عملية التكميم أو التحوير الأفضل إن ما يكون في صيام. يعني دكتور لو أي حد ممكن أنه يفكر أنه حتى يسوي العملية ما يسويها قبل رمضان بأربع شهور، ممكن عقب رمضان. عقب رمضان. ممكن يعني تتحسن حالته لرمضان القادم. بالضبط. دكتور إحنا بنعرف كيف تتم متابعة ومراقبة المريض بعد العملية، هل هو لازم يعتمد على أخصائي مثلاً التغذية لفترة معينة مثلاً أو يعني في وقت معين مثلاً وبعدين خلاص يبتدي إنه هو يعيش حياته طبيعي؟ طبعاً المتابعة نفس التحضير قبل العملية لازم تتم عن طريق فريق طبي متكامل ومتعدد التخصصات، منهم جراح اللي هو السمنة، ولازم يكون معنا أخصائي التغذية وممكن حتى أخصائي الغدد الصماء إذا احتاجنا له. بعد العملية من الضروري أن المريض يشوف الجراح بعد 10 أيام، بعد شهر، وبعدين كل 3 شهور بعد العملية. بينما التغذية احنا ننصح انه بالذات في الفترة الاولى، لان بالذات فترة البرنامج اللي تكلمنا عنه، انه يكون متابعته مع اخصائي التغذية اكثر. يعني ممكن انه يشوف اخصائي التغذية كل اسبوع مثلا في اول شهر، وبعدين كل 6 شهور فقط للمتابعة او في وقت الحاجة، على اساس موضوع ضمان اكل صحي وحسب القيام باحتساب كمية السعرات الحرارية في الوجبات. نعم. دكتور تفضل، انا اتوقع عندك سؤال تابع لهذا. انا إيه عندي عشان سؤال تابع. الحين احنا بنتكلم عن اللي ما يلتزمون بالبرنامج اللي يحطونه اخصائي التغذيه او الدكتور وغيره، يرجع الوزن عندهم يزيد، فشنو عاده يكون مسببات رجوع الوزن؟ هل فعلا لانه رجع ياكل مثلا او يكون في مسببات اخرى؟ نعم طبعا اسباب رجوع الوزن بعد عمليات السمنه متعدده، تنقسم إلى أقسام. طبعاً القسم الأول يمكن يرجع إلى يعني خطأ في العملية، وهذا يكون جداً نادر. هاي الأخطاء تصير طبعاً لما يلجأ المريض إلى الذهاب إلى دكتور غير متخصص في عمليات السمنة ويطلب منه إجراء عمليات السمنة، وهاي الشيء للأسف يصير وايد في الناس اللي هم يلجؤون للدول المجاورة لإجراء عمليات السمنة، يروحون لناس مو متخصصين فالعملية ما تكون صحيحة. هني رجوع الوزن بيكون سريع، نتكلم إن يا إما الوزن ما بينزل بصورة صحيحة أو إن الوزن خلال شهور بيرجع. إحنا دائما نقول إذا رجوع الوزن في شهور أغلب الظن العملية خاطئة، لازم إجراء عملية صحية. الجزء الثاني ممكن يكون من المريض عدم يعني الالتزام بالنصائح اللي عطيناها اياه. يعني احنا نفس ما قلت لكم لازم المريض شوي يكون عنده مجهود عضلي شوي رياضي، ولازم يلتزم بالخطه الغذائيه والمتابعه مع التغذيه. اذا المريض انكب بعد عمليه التكميم مثلا على اكل الحلويات والسكريات بيكون معرض جدا يعني وبصوره كبيره لرجوع الوزن. صحيح. ولكن رجوع الوزن في هذه الحاله ما بيصير قبل سنه او سنه ونص، فالمريض بينزل وزنه، بيوصل للوزن قرابه الوزن المثالي، بعد سنه سنه ونص يبتدي يرجع مره ثانيه. هذا السيناريو مال اللي هو منصب المريض. طبعا في حالات نادره لا تكون خطا من العمليه ولا خطا من المريض، المريض يكون ملتزم العملية لما ينسوا مثلا مناظره نشوفها صحيحة. هني نقول انه طبعا ربنا خلق الانسان انه هو يتفاعل مع البيئة اللي حواليه، وجسم الانسان يعني يقوم بالتعديل من عمليات الايض اللي موجودة داخله ويقلل نسبة الحرق. نعم. فلان قلل نسبة الحرق عن ما كانت عليه سابقا يقوم الشخص يعني يزيد وزنه. نعم. دكتور عامر الادرازي استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة، احنا جدا شاكرين لك على هذا اللقاء المميز فعلا، ويعطيك الف عافيه، نورتنا وشرفتنا. الله يخليكم ويعافيكم، ومشكور مره ثانيه على الاستضافه. شكرا لك. تسلم. مشاهدينا، كل اجزاء الجسم مهم ان ندربها بشكل دوري ومستمر عشان نقدر نحسن من شكلنا الخارجي وصحتنا من الخارج والداخل. طبعا الكابتن خالد البستقي بياخذنا في جوله رياضيه ومجموعه من التمارين اللي تغطي اغلب زوايا العضلات. خلينا نشوف شنو مجهز لنا خالد. السلام عليكم يا جماعة، شو أخباركم؟ عساكم طيبين. معاكم أخوكم خالد البستقي. اليوم إن شاء الله بنسوي 4 تمارين حق عضلتين باستعمال الحبل المطاطي. نسوي تمرينين حق عضلة الظهر
والتمرين حق عضلات الاكتاف. اول تمرين ريزيستنس باند او حبل مقاومه ديدليفت، بحط الحبل المقاومه تحت ريلي، بدوس على الحبل وبسحب شوي، بارد خصري ورا، بوقف وبارد انزل مره ثانيه. هاي الديدليفت، بوقف بارد انزل مره ثانيه، اب تدري فوق اند داون. لو نلاحظ ما ابي اكبس ريلي وايد وانزل سكوات، لا ابي فقط ارجع خصري ورا وشوي اكبس ركبي، عقب ارد اوقف مره ثانيه. هاي التمرين الاول، بنسوي 12 ل 15 تكرار. في النهايه انت تشوف الحبل المطاطي اللي عندك، هل يمديك تسوي فيه 12 تكرار بالفورم الصح بالتكنيك الصح؟ سوي 12، اقل بسوي اقل، اهم شيء عندك التكنيك يكون صح. التمرين الثاني يا جماعه يسمونه الرابر باند رو، فبسوي تمرين ثاني حق الظهر. طبعا بريح عقب ما اخلص 15 تكرار ل 12 تكرار، بريح 30 ثانيه بسوي التمرين اللي بعده. نفس الوضعيه، الحبل مطاطي تحت ريلي، بادوس على الحبل. الطريقه اللي بيودي على راحتك، تبي تحط تبي تحطون يدكم داخل او من برا، وتشندس وبسحب هالمره استعمال اليد. واحد، اثنين، ثلاث، ما برفع راسي فوق بهالطريقه، لا طالع الارض. اربع، خمس، بخلص نفس الشيء 12 ل 15 تكرار. اذا انا قوي وايد بسوي 20 تكرار، عقب بريح 30 ثانيه وبرد اعيد حق اربع جولات. خلصنا تمارين الظهر، نسوي تمرينين حق عضلات الاكتاف. التمرين الاول يا جماعه يسمونه الابرايت رو، بفتح ريلي، باخذ الحبل بفرها بهذه الطريقه. طبعا كل ما افتح ريلي زود بزيد المقاومه، برفع الحبل المطاطي فوق. لاحظوا يديني عند صدري وانزل تحت مره ثانيه، صدري فوق ظهري سيده، اب اند داون، اب اند داون. تكرارات انا بسوي 15 ل 20 او 12 ل 15 في النهايه، الواحد وقوته وشلون اقدر اسوي التمرين بالطريقه الصحيحه، يعتمد على ثقل الحبل المطاطي. هذا التمرين الاول. التمرين الثاني، بفتح ريلي، بعد الحبل ارفع فوق، بسوي بريس، مثل سويت فل الحين بسوي بوش، بوش اب اند داون، اب اند داون على راحه، ما استعجل، ابي قد ما اقدر ارفع فوق اقفل الالبو، ها وانزل تحت ليه صدري وارفع فوق مره ثانيه. هاي التمرين الثاني يا جماعه نفس الطريقه، بسوي 12 يا 15 يا 20 تكرار، بريح 30 ثانيه وبرد حق التمرين الاول. هاي اربع تمارين، عضلات الظهر والاكتاف. يعطيكم العافيه يا جماعه. الشباب من ذوي الهمم هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، واليوم نسلط الضوء على أحد المؤسسات الرائدة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وبالتحديد فئة الشباب، مركز عالية، في مركز عالية. نعم. وللحديث عن هذا الموضوع سرنا استضافة الأستاذة أحلام غلوم، مسؤولة برامج الشباب في مركز عالية للتأهيل. صباح الخير أستاذة أحلام. صباح النور حبيبتي. طبعا مركز عالية تأسس مثل ما نعرف في عام 2022، يعني توا جديد. يا ريت تكلمينا عن الخدمات اللي قاعدين تقدمونها ورؤيتكم المستقبلية من خلال هذا المركز. طبعا اتكلم انا عن مركز عاليه. نعم. طبعا تم الافتتاح توا، صار لنا خلال 3 اشهر. نعم. في سنه 2022. نعم. هذا المركز يقدم خدمات حق جميع الفئات. اوكي، انا اتكلم عن الفئات طبعا من المرحله العمريه في التدخل المبكر وعن وصول حق مرحله الشباب. نعم. وصلنا حق يعني توصل لاعمار 16 سنه الى 17 سنه تتوقف الخدمات، فاضطرينا ان نهيئ
طبعا تحت رعاية شيخ رانيا بنت هذا المركز حق الشباب ما بعد 17 سنة. هو شنو نسوي؟ تهيئتهم حق سوق العمل. لأن محتاجين أن يعني تزيد الثقة حق الشباب، يزيدون الشركات ثقتهم في الشباب، ونقدر نوفر لهم بيئة آمنة حق نوفر لهم فرص عمل في المجتمع. يعني استاذ احلام اللي تقومون فيه جهود جدا مشكوره، يعني يعطيكم الف عافيه، خصوصا يعني اليوم قاعده تتكلمين عن موضوع جدا مهم ان احنا نرجع الثقه. ايش كثر مهم ان احنا نرجع الثقه للشباب، خصوصا لذوي الهمم يعني على وجه التحديد. شنو الامور اللي هم فعلا يحتاجونها؟ شنو الدورات اللي تقومون فيها؟ شنو التكنيك المختلف والمميز اللي تقومون فيه؟ اتكلم لك بشكل متكامل. احنا قاعدين نواجهها طبعا. مركز التدخل المبكر هو مثل ما أنا قلت قبل، راح أكمل بس على كلامي، يأخذ الخدمات طبعاً حق الفئة العمرية بين 5 سنوات إلى 17 سنة. واجهتنا مشكلة من بعد 17 سنة إن الشباب يقعدون في البيت، فهذا ولي الأمر شاف إن ولدي أنا قاعد في البيت محتاج إن أنا أشوف له شيء يسوي في حياته. صح. أشوف له أنا لي حاجة أنا في المجتمع. فلما شافوا الحاجة إلى هالشيء تم تهيئة مركز الشباب للتأهيل. طبعا أنا مسؤولة الشباب. فإحنا شنو يسوون؟ نشوف لنا المراكز أو الشركات والفنادق اللي تقدر إن هم يأخذون هذين الشباب ونهيئ لهم. إحنا عندنا طبعا نسوي لهم إنجوب تريننج ونجهزهم ونقول لهم يلا تعالوا شوفوا شبابنا ترى يقدرون. صح. بس تعالوا انتوا يعني لازم تشوفون تثقون في هاي الفئه من الشباب ترى يقدرون يشتغلون يعطونهم بس فرصة. احنا محتاجين ثقه المجتمع فينا، ثقه الناس في هالفئه عشان نقدر نراويهم شنو شبابنا يقدرون يسوون. وبصراحه يعني هي فعلا يمكن 3 شهور أو 4 شهور من الافتتاح، لكن فعلا اثبتوا يعني هذا المكان قدراتكم الهائله فعلا. يعني احنا اكيد بنسمع القصص من خلال حوارنا اكيد. صحيح. وبنسولف اكثر يعني عن هذه الفئه اكيد. لا استاذ احنا نبي نعرف ما هي البرامج والخدمات اللي انتم قاعدين توفرونها في مركز عالية حق فئة الشباب. شوفي الشيخ رانيا صراحة ما قصرت، حطت كل الخدمات في قسم التأهيل للشباب اللي هم يستفيدون فيها. الأمور الحياتية عندهم، الورشة العمل اللي هي إنجوب تريننج، في عندهم الآي تي، العلاج الوظيفي، الجيم والمطبخ. طبعا في كل جهة من جهات المبنى تهيئهم في جهة معينة في حق العمل. يعني مثلا لما أنا أقول المطبخ، شنو المطبخ؟ المطبخ شفتوا السوبر شيف، أنا حاطت لهم 4 ستوف وهم يوقفون الشباب مع التيتشر، توقف قدامهم وتشرح لهم مع البروجيكتر، يكون الطبخة قدامهم، والله ما واقفين الشباب يسوون طبختهم بشكل تقني، والله حتى يروحون حق أمهاتهم يقولوا لي أحلام شو بسوى ولدي؟ أقول لك بصور لك الحين، صور خلاص درج حق أمه يروح البيت يطبخ. لما يجون لنا الفنادق والله أنا شنو يقدر يسوي ولدك؟ والله أقول له تعال شوف ترى يطبخ. فإحنا عندنا في بعض الشركات تي عندنا في المركز حق بريكفاست، فأنا مهيئة الشباب شلون أعلمهم شلون يطبخون الوجبة بسيطة، يعني شيء بسيط، وأقول لهم يلا روحوا معلبتهم شلون طريقة هيئتهم وقفة الكاستمر والكم فور الكاستمر، والله يجهزون الطاولات يحطون الست اوف تيبلز. هاي طبعا الست اوف تيبل في وين؟ في جهة الأمور الحياتية. الأستاذ محمد يقعد معاهم يعلمهم شلون طريقة يحط ترتيب الطاولات وشلون يجهز. فأنا شو أسوي؟ الاتيكيت العام. ايوه. فأنا كامل المبنى تهيئهم من جهة إلى جهة حق سوق العمل. وايد حلو. في يعني دعم هناك من الشركات والجهات؟ والله في حصلنا أول شيء كارفور خذوا جهة المطبخ. طبعا الجريدينز مال المطبخ كامل يكون لهم شو يقولون الأغراض اللي حق المطبخ. إنزين الأيتيمز كامل نأخذه من كارفور لمدة سنة. وستن ميريديان سيتي سنتر راح يأخذون بعض الشباب وراح يوقعون إن شاء الله قريبا، راح نوقع عقود معهم بيأخذون شباب عندنا يشتغلون هناك. حلو. طبعا إحنا نكون مهيئينهم، راح نسوي لهم نفس الورشة المصغرة في مركزنا، وبعدين يروحون الفندق هناك يسوون نفس الشغلة اللي هم سووها تعلموها. يعني دورات مكثفة الحين عندكم أنتوا عشان تهيئهم في أي مجال موجود إنهم يدخلون فيه. نعم. وما نخليهم إذا حتى محتاجين معهم يكون معهم كوتش، راح نطلع معهم كوتش يطلع وياهم هناك. أوكي. في فترة معينة مثلا يعني 6 مانث خلاص يكون إناف، بس خلاص الكوتش يهده وهو يشتغل بروحه. جميل جميل. يعني اليوم احنا قاعدين نهيئ الشباب لسوق العمل. نعم. خصوصا يمكن احنا ما بنقول عنهم ذوي احتياجات الخاصة، بالعكس هم يعني ابدا ما نقدر نقول عنهم غير انهم شباب ملهمين. صحيح. في كل مجالاتهم. اليوم لو بنتكلم عن الطاقة الاستيعابية للمركز، يعني نعم. كم عدد الأشخاص اللي ممكن يحتويها؟
كل خلينا نقول سيشن او كل يمكن كورس مصغر في المركز؟ هو كمركز كتأهيل عند الطاقة الاستيعابي 70 طالب. نعم. مقسمة على عدة أيام، لأن في بعض الشباب يوم 5 أيام، في بعض الشباب يوم 2، في بعض الشباب يوم 3 أيام، فهي مقسمة. بس لله الحمد يعني حاليا عندنا 34 طالب. نعم. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله يزيدون. الله إن شاء الله يعني يجعلكم بخير، خصوصا يمكن اللي تقومون فيه يعني يخدم فئة كبيرة ويخدم أكيد يعني اليوم خصوصا في إيجاد فرص العمل، فيعني أنتم قاعدين تسهلون كل الأمور للشباب. صراحة شهرانية يعني دكتورة ملهمة وهي قدوة نشوفها قدامنا، ما قصرت مع الشباب. نوجه لها تحية طبعاً. ممتاز. يعني على كل الخدمات والدعم يعني اللي قاعدة تقدمها. ما قصرت ولا بتقصر. كانت دائماً تسمع أصوات أولياء الأمور لما يقولون ولدي وصل 17 سنة تخرج من المركز. أيوة. وين بيروح بعدين؟ فلله الحمد إن هذا المركز تم من بعد الحاجة. فيعني اللي وصلنا له الحين وصلت للشيخة الحين يعني ما كان شيء سهل ولا بيكون سهل عليها، واللي قاعدة تسوي الحين يعني احنا شنو خطواتنا الثانية؟ خطوتنا الثانية ان انا اشوف له فرص عمل، اشوف له بيئة امنة، اشوف اخلي الولد استقلالي. لما انا اشوف عيالي كذي يجون يسلمون علي اقول والله ترى يقدرون، بس محتاجين من المجتمع. انت دائما تسمينهم عيالي ها؟ اي والله عيالي. عيالي. لا 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 ما اقول طرد، اقول عيالي الصراحة. فمن كذي اقول والله يقدرون. حتى ساعات أقول حق ولدي يما تراني عيالي يعني عندهم ثقة أكثر منك، فترى والله يقدرون. بس لله الحمد. طبعا أنت تطرقتي حق موضوع أولياء الأمور وخوفهم على أبنائهم، كيف إحنا يعني ممكن أنتوا تعاملون مع احتمالية خوف الآباء والأمهات من أن هم يتفاهمون مع عيالهم خصوصا هذه يعني الفئة؟ فشلون انتم ممكن تكونون حلقه وصل او تواصل ما بينهم؟ انا قاعد اسمع ان في مطبخ، في ممكن امور ممكن تكون شوي خطره ولا شلون؟ شوف هي طبعا المركز متواصل بشكل كلي مع اولياء الامور. انت خايف تعال، ترى في دورات، في عندنا دورات، في عندنا استشاريين موجودين دائما في حال وجود صعوبات، اذا مثلا صاروا هايبر واذا صارت عنده سلوكيات في عندنا استشاريين موجودين. شهرانية ما تخليهم، دائما في عندنا دورات تدريبيه في التجديد، يعني في عندنا علم وصل، لا في دوره ترى تعال انت شلون تتعامل مع الطالب اذا وصل مرحله عمريه 13 سنه. انا جميل. اواجه مشاكل هروبه من البيت، اواجه مشاكل انه ما يعرف يطبخ، ما يعرف يستقل، ما يعرف يلبس ثيابه بروحه. فكل شيء في عندنا دورات تدريبيه، في دشون معاهم الدكاتره موجودين، مركز المعالي تابع للمركز عاليه. فانت عندك صعوبات انه ما تقدر تتعامل مع هايبر ماينر، استشاريين موجودين هم يساعدون. يعني حسيت الصراحه المركز متكامل. يعني متكامل. اي احد عنده مثلا حاله خاصه هاللون بيرتاح وبيطمن نفسيا انه هو بيتعامل مع هذا المركز. وايد حلو. تكلمتوا عن دور اولياء الامور، اليوم شلون لو بنتكلم عن دور اولياء الامور والمجتمع والاشخاص ككل في التعاون معاكم وايضا التعاون مع ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه؟ لما اتحكى انا مع دور اولياء الامور، اول شيء يعني خلال قعدتي هنا اول شيء اشكرهم على تعاونهم الدائم معي هنا، وعلى قولتهم يصدقون اللي احنا قاعد نسوي، they are believing us. فاشكرهم على التعاون صراحه. ودائما ثقتهم عاليه في المركز، ثقتهم عاليه في الشيخ رانيا في اللي قاعد تسوي. هذا اللي احنا نبيه. والمجتمع نحتاجهم يجون اكثر عندنا كمركز ان يشوفون القدرات اللي عندنا. انا انادي من هذه المنصه، انادي كل الشركات حياكم تعالوا مركز عاليه، شوفوا الهمم اللي عندنا، شوفوا القدرات والابيليتيز اللي عند الشباب، وشوفوا شنو يقدرون يعطون حق المجتمع. صدقوني راح تنبهرون، كل طالب قدراته تختلف عن الثاني. صح. وكل طالب احسن من الثاني. صح. انا ما اتوقع بس الساده المشاهدين الحين منبهرين، انا ايضا منبهر وخاطري اصلا حتى اخلي صحيح. حق نفسي فرصه ان انا ازوركم ونشوف المكان. مو بعيد ترى مكاننا في عالي. خلاص ان شاء الله نيكم. احنا جدا استمتعنا بهذا الحوار، كان حوار شيق وفي الكثير من المعلومات للاستاذه. نعم. احلام غلوم مسؤوله برامج الشباب في مركز عالي للتأهيل. شكرا جزيلا على وجودك، يعطيك ألف عافية يا رب وكل التوفيق لكم. الله شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا، إن شاء الله اليوم تكون مواضيعنا المختلفة نالت على إعجابكم، ونشوفكم بإذن الله بكرة في حلقة جديدة وأيضا فقرات متنوعة مختلفة. فعلا أكيد مثل ما عودناكم مشاهدينا دائما الحصري والمميز فقط في شمس البحرين. يعطيكم ألف عافية، نشوفكم دائما بخير وصحة وعافية. مع السلامة.